الحمد لله، الحمد لله الذي لم يزل فضله علينا عميما سكابا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نبلغ في مرابعها أيما طلابا، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله أزكى البرية أخلاقًا وأعظمها انتسابًا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه البالغين من التقى معارج وأسبابًا، وعلى التابعين لهم وكل من تبعهم بإحسان يرجو من الله رضوانا وجنات مفتحة أبوابا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله وأطيعوه، فبالتقوى تؤخذ النفوس بعنانها وتتزكى الأرواح عن عيوبها وأدرانها. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ألا واعلموا رحمني الله وإياكم أن من أعظم ما يقوض بنيان المجتمع ويفقد الثقة بين أفراده خصلة ذميمة موجبة للحذر منذرة بالخطر، إنها خصلة أثيمة نكراء تقوض المجتمعات وتهدم الحضارات وتخل بالأمن في الأموال والتجارات بين الأفراد وتشوه إشراقة المجتمع المتوادد المتحاب المتعاضد. ألا تلكم هي خصلة الغش والخداع والتغرير في المعاملات والبيع والشراء. وقد جاء الإسلام بتحريم هذه الخصلة وتوعد فاعلها بالويل والخسران، وأنزل في ذلك آيات بينات من القرآن، يقول سبحانه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ولهذه الخصلة الذميمة والخلة الأثيمة أقصى مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غاش عن المجتمع، وعده مارقا عنه، منبوذا عن وحدته ولحمته. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه: من غش فليس منا، أي ليس على هدينا ولا على سيرتنا. والغش في الحديث يشمل جميع أنواع الغش وصوره، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإننا نعيش مجتمعا قد ابتلينا فيه كثيرا بأنواع ومظاهر وصور شتى من الغش، وخصوصا الغش في المعاملات والبيع والشراء، وهو خديعة المشتري والتغرير به والكتمان، أي كتمان عيب السلعة إذا كان فيها من عيب. وهذا الغش يشمل ضروبا وصورا شتى، منها خلط الجيد بالرديء الوضيع، وبيع الجميع على أنه من الرفيع، ومنها
كتمان ما في السلعة من عيب ونقصان، وذلك هو عين الغش وسبيل الخذلان. وقد يروج التاجر سلعته بكاذب الأيمان، وما درى أن ذلك يسلب البركة ويخدش الإيمان. وفي ذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد ولد عدنان في الحديث الصحيح المتفق عليه: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وهنا يبين صلوات الله وسلامه عليه أن الغش يمحق الأغراض الشريفة ويهدم المقاصد المباركة المنيفة. يبين صلى الله عليه وسلم أن الغش يلوث كرامة الإنسان بين الناس، وأن الإنسان الغاش لا كرامة له، لأنه تدنس بجريرة الغش والتغرير والخداع. يقول صلوات ربي وسلامه عليه فيما أخرجه البخاري في صحيحه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، أي فإن صدقا في البيع وبينا ما في السلعة من نقصان بارك الله لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وعيد شديد لمن يتعامل مع الناس بالغش والخداع أن الله سبحانه وتعالى سيمحق بركة معاملته وبركة ماله. ويا لها من بشرى سنية ومعية مرضية لذلك التاجر الصدوق الأمين في قول الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه فيما أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والشهداء والصادقين. وهكذا كان صحابة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقين أمناء في معاملاتهم وبيعهم وشرائهم. قيل لسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بما أيسرت؟ أي بما أنعم الله عليك بنعمة المال. وكان رجلا ثريا غنيا أمينا صدوقا كريما جوادا، فقال رضي الله عنه: ما رددت ربحا قط ولا كتمت عيبا قط. لله دره رضي الله عنه. بيّن لنا حقيقة الغنى، وأن حقيقة الغنى غنى الأرواح والطباع والأخلاق، لا غنى الجشع ولا غنى الطمع. ومما يؤسف له أن بعضا من الناس هداهم الله يظنون أن الغش في المعاملات والبيع والشراء، يظنون ذلك كياسة وذكاء ومسلكا مباحا ودهاء، وما علموا أن ذلك معاملة توحي بها قلوب صماء تنصلت عن الرحمة وعن الرأفة والصفاء. فما أحط الإنسان الذي يدمر بالغش أمته وقيمه. نعم أيها المؤمنون، الغش يدمر المجتمع، الغش يهدم القيم، الغش يفقد الثقة بين أفراد المجتمع الواحد. ما أحط هذا الإنسان الذي يدمر بالغش مجتمعه وقيمه
ويفسد مشاعره وأخلاقه وشيمه، فما عليه إلا أن يتذكر قول الله تبارك وتعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ما عليه إلا أن يجعل معتبرا ومدكرا فيما وقع لسيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع تلك المرأة التي غشت اللبن بالماء، فصدتها ابنتها عن ذلك قائلة: يا أماه، إن أمير المؤمنين قد نهانا عن الغش. فقالت لها الأم: وأين أمير المؤمنين حتى يرانا؟ فصاحت البنت قائلة معلمة لأمها درسا لن تنساه: يا أماه، إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. يا لها من معية ويا لها من مراقبة تستحضرها هذه الفتاة الرضية المرضية الشريفة. وكان من ثمرة ذلك أن هذه الفتاة أنجب من نسلها عظيم من عظماء الإسلام وقطب من أقطاب هذه الأمة المحمدية، ذلكم هو سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. معاشر المؤمنين، الغش لا يقتصر على المعاملات والبيع والشراء فحسب، بل يشمل كل جوانب الحياة. وإن من أعظم أنواع الغش معاشر المؤمنين غش من ولي أمرا من أمور المسلمين أو تولى أمانة من أماناتهم. يقول عليه الصلاة والسلام في ذلك: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يا له من وعيد شديد، يا له من وعيد شديد يشمل الراعي مع رعيته، ويشمل رب البيت مع أسرته. من أهمل أولاده وقصر في تربيتهم فقد غشهم. ويشمل العامل في وظيفته من تأخر عن عمله بغير عذر طارئ ولا ضرورة ملحة فقد غش نفسه وغش مجتمعه وغش أمته. يشمل المدير في مؤسسته، ويشمل المقاول في مشاريعه وعماراته. كلهم أن احذروا الغش والتقصير، وراقبوا الله سبحانه وتعالى فيما ولاكم عليه من أمانات واسترعاكم عليه من مسؤوليات. اللهم اجعلنا صادقين، اللهم ارزقنا من الصدق واجعلنا في زمرة الصادقين، وألهمنا النصح واجعلنا من الناصحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى على نعم لا نحصي لها حصرا ولا عدا. سبحانه من إله يزيد الذين اهتدوا هدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نهانا عن كل ما أساء وأردى. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله حذرنا من الغش وله تصدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم يحشر فيه المتقون إلى الرحمن وفدا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله واحذروا من الغش والكتمان، وتواصوا بينكم بالنصح والبيان.
لتفوزوا برضوان الله وأعالي الجنان. معاشر المؤمنين، بعد أيام يجتاز أبناؤنا وبناتنا الامتحانات الدراسية لآخر السنة، وخصوصا تلك الامتحانات المصيرية كامتحان شهادة التعليم المتوسط وامتحان شهادة البكالوريا، وذلك ليجد المجتهد غراس اجتهاده ويذوق ثمرة مثابرته ودراسته. وعليه فإن الوصية مبذولة لأبنائنا وبناتنا أن اتقوا الله سبحانه وأخلصوا النية فيما تصبون إليه من الأمنية، وأنكم قد سهرتم الليالي لتبلغوا المعاني، فاتقوا الله واحذروا من الغش في الامتحانات، فإنه من أعظم مظاهر الغش. احذروا من الغش في الامتحانات، لأن ذلك خيانة، خيانة للدين والوطن والمجتمع، وخيانة للنفس يأباها أهل المروءة والديانة. أيها المعلمون والمربون، بناة الأجيال والعقول، الامتحانات أمانة، وتصحيحها وفحصها كذلك مسؤولية، فاحذروا من الغش في ذلك. أيها الآباء والمربون، ماذا بعد الامتحانات؟ وماذا عن شغل أوقات الفراغ وأوقات العطل والإجازات؟ اعلموا أن من أعظم وأجل مظاهر الغش الإهمال واللامبالاة والتقصير في التربية ومتابعة الأبناء وعدم شغل أوقات فراغهم بما ينفعهم وبما يعود عليهم بآثار مباركة تكون نافعة للمجتمع في الدين والدنيا والآخرة. ألا فاتقوا الله تبارك وتعالى، وأكثروا من الصلاة والتسليم على نبيكم الكريم الرحمة المهداة والنعمة المزداة سيدنا محمد النبي العربي الأواه، فقد أمركم ربكم بذلك فقال قولا كريما ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سر الأسرار ونور الأنوار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، وعلى آله الأئمة الأطهار وصحابته البررة الأخيار ما تعاقب الليل والنهار. اللهم وارض عن السادة الكنفاء والأئمة الخلفاء ذوي الفخر الجلي والمقام العلي، ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم وارض عن عمي نبيك خير الناس سيدينا حمزة والعباس الطاهرين المطهرين من كل شرك ومن الأرجاس، وارض اللهم عن الحسنين الأحسنين والصدقين الجليلين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة، وريحانتي نبي هذه الأمة سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وارض اللهم عن أمهما فاطمة الزهراء وعن جدتهما خديجة الكبرى، وارض اللهم عن الصديقة أمنا عائشة أم المؤمنين، وعن سائر أزواج نبيك أجمعين، وعن الصحابة الأنصار منهم والمهاجرين، وارض اللهم عن سلف هذه الأمة وصالحيها وعلمائها وعامليها وكل من له الفضل علينا وكل من سبقنا بالإيمان، وعن أهل السلسلة والسند أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنا نتوجه إليك بجاههم عندك أن تجعلنا في زمرتهم، وأن تحيينا على محبتهم، وأن تبيتنا على محبتهم وملتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم حقق فيما نصب إليه من خير الدنيا والآخرة رجاءنا، وبلغ فيما يرضيك آمالنا، وصب سجال عفوك على ذنوبنا، واختم لنا بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، ولا تسلبنا وقت النزع إيماننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا
من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اجمع قلوبنا على التقى، ونفوسنا على الهدى، وعزائمنا على عمل الخير وخير العمل يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، وارفع عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ربنا اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق من قلدته أمرنا لما فيه خير البلاد وصلاح العباد، وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه إذا ذكر وتذكره إذا نسي يا رب العالمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.